ما فينا نضلنا قاعدين مع وليد جنبلاط عم بنط من انه ساعة بده يعلق العلم الفرنساوي على المختارة، ساعة بده يرجع لفلسطين. J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine. نديم قطيش، ويلكم تو سردة. ثانك يو. هلا نحن بعنا بدبي، صح؟ لانه انت اليوم جيت من ابو ظبي. جيت من ابو ظبي لانه انت على سكاي نيوز اريبيا. ما بعرف اذا لازم نعرفك عليك لانه كل الناس تعرف بتعرفك. مزبوط. ما بعرف this is a bad thing or a good thing. سألك سنتين. Depends on who you ask. سألك سنتين لا بسكاي نيوز. لا بعد ما صاروا سنة. بعد ما صاروا سنة. لا لا أنا جيت ب يعني ب 24 جولاي كنت هون. ايه؟ قبل الانفجار المرفأ بفظيعة كيف صرنا منعير التواريخ على الانفجار قبل الانفجار بعد الاغتيال. ب 24 وthat's it وبعتقد برنامجي طلع على الهواء the first week of September and يعني بعد ما صاروا سنة. ولا هلأ كنت بلبنان قبل؟ نعم. أنا بين 15 و17 جيت على دبي. أوكي. رجعت من أمريكا على بيروت بآخر 2007 وقعدت لل 2015 يعني من 8 إذا بدك لل 15. بمي 15 اضطريت أترك overnight because of phone call إنه طلع على المطار هلأ. وقعدت سنتين. كان في فون كول اكيد قبله عم بيقول لك شيء تاني؟ لا 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 حقيقه اتواز لا اتواز يعني بالنسبه لي كانت مفاجاه صراحه. كانت بعد خطاب شيعه السفاره. ما بعرف لي يعني بوقتها بالمستقبل شوي توتر واصدقاء يعني نصحوني امشي وفل وكذا. اي دونت يعني ما بعرف اذا كانوا معهم حق او لا بس انه they were genuinely worried about me. So I left. عدنا من 15 لل 17 I didn't step a foot ببيروت يعني. وبعد التسوية المجيدة أنه the monkeys are calm ف we went back. رجعنا جينا ضيع جاية يعني. بعتقد ما بعرف رح أرجع. ما فيك. على لبنان. I don't think so. Is it من وراء اختيال لوكمان سليم بعد كل التعازي لك؟ ما عارف انه كنت تعرفه. تعازي تعازي للكل لكل حدا لبناني انه لقمان شو عمل يعني. لقمان صاحب رأي بصرف النظر بتوافق معه ولا ما بتوافق معه، بتحب له رأيه بتحب كاركتيره بتحب شو بيعمل انه يوكلها يعني. This is horrible by all means لكل العالم. مش شو بدك بالصداقة الشخصية. انا ماني اقرب اصدقائه يعني. اصدقائه اللي قضوا معه وقت أكتر مني. أنا بعرفه من زمان، بحترمه من زمان، نتفق بأشياء بنختلف بأشياء بس إنه تعازي لعائلته هالخسارة اللي ما بعرف إذا صراحة يعني I wish إنه عندي غير كلام. تعرف كلام بطولي وإنه لاقوا منكمل ومكملين باللي بقيوا. ما بعرف إذا عن جد هني حيتذكروا مقتلوا. ما بتقول استشهادوا حق الحال. هو كيف إلا بهيك شعور كبير بالخسارة وشعور كبير بأنه لأنه 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 القتل ما فيك تجاوب عليه بأنه هيدي نظرية إنه رصاصة والألم وكذا من أولى تنتسلى. اللي قتل لقمان ما بيفهم إلا بلغة القتل. صح. simple as that يعني. ولا نحن بنعرف نقتل. ولا عنا لو كان عنا الرغبة ما عنا الإمكانية. ولو عنا الإمكانية ما عنا الخبرة. فأنت عم تتعاطى مع قاتل. You would wait for someone as vicious as them to get rid of them. As simple as that. أنت كنا بتحكي عن الشيعة السفرات. هيدي الصفة بعتقد نحن كنا عم نسمعها كتير ب 17-20 الشباب والصبايا. ما هيدي باسبارتو تزبط على كل الكاب وين ما كان. لا بس يعني نحن عم ننزل عم نطالب لحقوقنا، عم نطالب كمان نقدر نعيش بكرامة، واتهمونا بسفرات. اكيد انت كمان شيعة السفرات. فيك تقول لي نحن شيعة اي اي شيعة. فيك تقول لي بالضبط شو يعني؟ لانه يعني مش معودين على هيك تيرمز. خي شو يعني سفرات؟ انه انت اوكي انا بدي افترض انه في سفرات عم تتدخل. ما خلينا طيب
المعلن تاريخيا انه كانوا بعد الثورة الإيرانية بعد 79 كانوا الإيرانيين يروحوا يحجوا على السفارة الفرنسية يشكرون لدعمهم للإمام الخميني اللي كان قاعد بفرنسا. هذا بالنسبة للمين ليدر تبعهم، يعني هذا خلق وتمت رعايته، رجع بالإير فرانس، ما رجع بإير إيران يعني. وهني خلقوا، هني هول الحزب بسموا حالهم حزب الله، هول خلقوا بالسفارة الإيرانية بالشام يعني عند محتشمي، مش انه هني يعني هني مواليد سفارات. انتو جيلكم 17 تشرين، شو المطلب اللي يعني اذا في سفارات داعمه هذا المطلب فهذا لازم تعطي جائزه نوبل لهي السفارات. انتو نازلين طالبوا باكل، بفرص عمل، بكرامة، مستقبل، بكرامه، بس انه انا ما شفت مطالب انه اللي عم يطالب بكهرباء بلبنان عميل سفارات. دلني على السفارة اللي مهن السفارات اللي مفروض ان نحن عم او انتو عم تدعمكم، هي اللي عم تبازر معهم لقلهم، هي اللي عم تركب لهم حكومات واللي عم تركب لهم تسويات سياسية. بيقرط مشوار من اخر الدنيا ماكرون كرمالك، بيقرط مشوار كرمال هالقرطة هيدي تيزبط لشغلة. وكمان لما يتهموا قصة السفارات عم بيخونوك، يعني عم يجرب يقولوا انه انت أكيد. كلمتك ما العازة، كلمة جاية من برا مدعومة من برا كرمال الكونتنت تبع كلمتك ينفقد. انا ما فرقة معي، افترض يا خيي السفارات هي اللي عم ترعى هذا الكلام، تعاني اشني بالمنطق باللوجيك نفسه، هل ما اقوله محق او لا بصرف النظر من وين جاي؟ بصرف النظر سفارات اوكي في مراكز ابحاث خي، ما انت طب ما انا ما بدي اقول اسماء لانه طب انت اصحابك يا معين ملاقيين شغل؟ طب بدك افتح لك تليفون يلا افرجيك المسجز يلي بيبعت لي السي في منشان يشتغل وشباب بيستحقوا يشتغلوا، شباب يعني مثل قلب النهار، مالتاي لينجوال، مالتاي تاسكينج، مسقفين حلوين، ما ملاقيين شغل. ان هولي عم بحكي انا عن كوادر 17 تشرين ما ملاقيين شغل، جين ورعايدي قارت مشوار على اخر الدنيا على امريكا تايشو شو بدي يعمل. صح، انه شو هي هالسفارة اللي ما فيها تأمن 4000 5000 دولار لجين ورعايدي تيضل قاعد عم يشتغل، تيضل قاعد اذا مجند، شو هالمزح هذا؟ بالوقت اللي سمعت الامونيوم العام بيطلع بيقول لك نحن صواريخنا ومعاشاتنا وكلساتنا وكله من 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 ايران. طب عم يجوك من ايران ثرو سفارات، انت السفارات مش نحن، وقلنا وين قلنا كيف بتركبها، نحن حابين نركبها بس ما مش طالع لنا. انا ما بنسى وقت اجى ماكرون على لبنان بعد الانفجار اتهمهم كلهم كفاسدين وهن من وراهم وصلت لبنان على هذه المرحله. صحيح، لما شخص بيتهمك بهيك انتقاد بيقول انه انت من وراك صار هذا الشيء وما حدا بيحكي ضده، يعني بيوطوا راسهم بيقولوا مرسي مسيو، يعني هن عملوا كله خي ايه بعدين انه ثانك يو ماكرون اجا وطلع فينا واللي بدك اياه، بس انه اخر النهار بوتوم لاين ماكرون عم يلعب ريل بوليتكس قدامه، هيدي الفتي عم يلعب بالفتي ايه وبترول خاين وهي الفتي، انه ما راح يجي يغير المجتمع، انتو اهم من اللي اخترع ماكرون. انا ما كثير معجب فيه anyway، يعني انه زلمه بالنسبه للفرنسيين هن بيقرروا مين رئيسهم ومين، بس انه انا مش معجب بدوره بلبنان لانه واضح انه impulsive و emotional وما عنده strategic vision اوكي I don't think so، يعني انه مش هلا بلش انه انتو الكزر راح هلا عم يشتغل لوبيست عند حزب الله عند بايدن انه كيف بدنا نفوت حزب الله على الحكومه، لانه بالريل بوليتيك ما فينا الا يكون حزب الله قاعد بالحكومه. التغيير بيجي من الداخل ومن نزاهة قوى دولية فعلا بدها تعمل تغيير حقيقي، مش اسمح لنا ماكرون يعني انه مش بفيروز بيقدر يهزم حزب الله، يعني مش هيك بتصير القصص. انا وميديا كنا عم نشوف انه في بلدين ما بيعتبروا حزب الله كإرهابيين، في فرنسا وفي اسبانيا، صح؟ هن بيعتبروا بيفصلوا بين الجناح العسكري والمهضوم بالخبرية انه حزب الله مش فاصل، يعني بس يقروا كتاب نعيم قاسي ما بدا شيء.
إذا نعيم مش فاصل بين العسكري والسياسي، أنت وفق أي نظرية عم تفصل. فبس برجع أقول لك هذه دول عندها مصالح وعندها كذا، ما شغلت ماكرون أصلاً يعني يجي يعمل قود ثورة بلبنان، كتر خيره طلع فينا وإجا وعطانا شوية international audience للمشكلة اللبنانية، بس that's it. يعني أنا مني ما بعتقد فينا نراهن على حدا، وهذا دليل نحن مش مراهنين على حدا، يعني لا مراهنين على الأمريكان ولا مراهنين على العرب، أصلا العرب تركينا، ولا مراهنين على الفرنسيين. لو مين بقى بتراهن على مين؟ يعني على غواتيمالا؟ شو الحلقة طالعة ب 14 شباط في كل حيطة بعدين ذكرت اختيار 16 سنة ونقتل هلا لوكمان سليم. ما بحياتنا رح نعرف مين قتله، مثل ما بحياتنا، وحتى إذا عرفنا بس عرفنا مين قتل رفيق الحريري. شو عرفنا ايه بس انه كانت ايه بس نكتة يعني نكتة. لا مش نكتة، انه بالتحليل انه ايه كنا منحب انه يطلع يقول انه اللي قتلوا شو بعرفني فلان مصطفى بدر الدين حسن نصر الله فلان it would have نقل operative بدل it would have been nicer مش هيك. بس انه نحن بنعرف حزب الله كيف بيشتغل. اول شيء هل حزب الله تبرأ انه قال انه هذا الشاب ما انا ما إلي علاقة فيه، او انه هذا مش بحزب الله، قال هذا بحزب الله وعلقوا له صورة مترين بضيعته انه من كبار قادة المقاومة. سو بيسكلي حزب الله اعتبر انه هيدا من عنده من المنظومة تبعه. هلا بدك تقلي انه هيدا الشاب بيقدر ياخد قرار بعملية هالقد معقدة اخدت له كذا 10 سنين؟ بنعرف مين قتله بس ما بنعرف مين ورا. لا بنعرف، ما بنعرف شو، ما رح نعرف، ما رح. لا بنعرف ما نضيع هيدا قرار أخدته قيادة حزب الله. هذا عياش ما بيقتل من راسه. هولي شباب ما بي يعني بالتصويت بمجلس الوزراء بعد شوي بيستشيروا خامنئي. يعني مش بسيطة القصة. نحن بنعرف. أنا عم أقول وضعنا أسوأ من إنه ما بنعرف. نحن بنعرف بس and then what؟ هاي ما فينا نعمل شيء. بس قصدي بعتقد ميديا إنه مش إنه ما بنعرف بس، مثلا كرمال اغتيال لوكمان سليم ما فينا نتكل على الأجهزة الأمنية، ما فينا نتكل على القضاء، أكيد لا. ومنا نلجأ لتحليل سياسي يجلي أنه، وأكيد عم نحكي معك أنت محلل سياسي، عشانك عم نسألك شو صار وهل هي رسالة، لأنه بنحكي كمان أنه لأنه شيعي بركي هذه رسالة للشارع الشيعي. يعني صار عم نحكي حكي طائفة بس ما عم نحكي عن سياسي الواقع يجلي البلد. يعني مش الواقع البلد ليك، يعني قبل ما تعال نعمل هيك نلعب، نعمل فرضي، نحن انا وياك مديا عندنا مشكل مع لقمان سليم، وي ثينك انه فور سيت اوف ريزنز هذا الزلمه ما لازم يضل عايش. جينا فكرنا بدنا نقتله، بنت بتقلي مديا بتقلي بس كيف نقتله كذا، بقول لها اتس ايزي نقتله نتهم حزب الله. سألني ليه؟ بقول لك لأنه حزب الله خلق الكونتكست الكافي لأكل. تعال نفترض إسرائيل قتلته، إسرائيل قتلت لقمان سليم كي يكون هناك فتنة في أوكي. مين اللي حضر الكونتكست ليكون قتل لقمان سليم يمهد لفتنة؟ أنا مع بدي يشيل كل الافتراض حزب الله ما إله جنس العلاقة. طب بس أنت ليه مسهل له شغله الإسرائيلي؟ يعني ليش أنت عامل باك أوفيس للإسرائيلي عم تعمل له تمهيد تيجي يقتل لقمان ويعمل فتنة؟ طيب لما لقمان سليم نزلوا الشبيبة هددوه ببيته بكذا، معروف بيئة حزب الله، لما واحد بحط له العماد مرة من هنا، عم بيحكي عن عماد مغني. طيب هل نزل حزب الله بعت له المسؤول المحلي يا خي مش نائب، وقت طلع بيان كمان عم بيقول انه اذا شيء بيصير لي انا بدي اتهم ثنائي الشيعة؟ مظبوط. هل بعد حزب الله بعت له المسؤول المنطقة يا خي يطلع يقول له يا أستاذ لقمان أنت قاعد بيناتنا وبمناطقنا وعم تقول لي بدك إياه ونحن ما معترضين على هذا الكلام؟ كان قاعد بحارة تحريك وكان عم يحكي هيك حكي معارض ضد حزب الله. هيدا ابن شيء مخيف، مش إنه هول يعني قبيلة، لا هيدي بيوتهم غير قصة قبيلة، بيتهم منطقتهم، مش إنه في حدا جاي يعني مهجر بالسبعينات وبعدين عمل ركب صار زعيم المنطقة.
هول ولاد المنطقه يعني, مش انه مش جميله من حدا انه لقمان سليم قاعد بحاره حريك. اذا ميشيل عون بيقبل انه هو بطل قاعد بحاره حريك, لقمان سليم انه ميشيل عون بكل بساطه. فانا عم بقول انه طب ابعت له حدا على البيت قل له نحن خي ما قلنا عليه ابها اليافطات اللي تركبه, بس يعني تتشيله عن حالك انه خي انه تكون شوي خبيث اكثر. لا لا لا, بعدين انت امام بيئه تتبنى الجريمه قبل حصولها. يعني تعرف كم تويت اجينا ومسجز واتساب تعبل عند ديما قطيش وديما صادق, وعبل عند علي الامين ومصطفى فحص, وعبل الشيعة شيء ما بعرف ما عملت له فصار, بس انه البيئه يعني بكون لزق لك صوره مثلا مصطفى بدر الدين او لزق لك صوره قاسم سليماني او شيء يعني مقاتل من هالمقاتلين. طيب هول عم بتمنوا يوم علنا موتك, تنقتل بصير بقول لك لخ شو قلنا عليه نحن يا اخي انه خي شو ربه هالفانوس السحري هذا اللي انه كل شوي بتحفه بيطلع لك الجني وبتقول له والله ماديا ما عجبتني شوي ماديا بتبطل موجوده. انه خي كيف طب سؤال ما في شيء كمان في شيء خلص في شيء في شيء صار مش بس اهانه للذكاء الاخر, في اهانه لانسانيتك يعني انه خي قتلني وقال لي انا قتلتك لانك انت توتسي وانا هوتو او بدك ايه. بس صرنا أكثر من 40 سنة هيك, كم شخص في مسلسل كثير هلا ليه الناس خايفين؟ رجعنا عم نخاف كأنه رجعنا فتنا بهالسياسة الرعب تخويف. يعني إذا منفكر فيها أنت بتعرفه سمير قصير وأنا كان المنتور تبعي كمان قتلوا من 16 سنة, نعرف مين؟ بركي منعرف مين مثل ما جيزال خوري بتقول مين, بس تحيكموا؟ لا. مين قتل كمال جملات؟ مين تعرفي مدية أنا يعني أنا صرت بمحل كله كوشن ماركس صرت بمحل تاني بعقلي. يعني أنا عندي ولدين بقى, وحدة من مهماتي الأساسية ورح أقول كلام بركي ما يعجب الناس, وحدة من مهماتي الأساسية إنه ولادي ما يتورطوا بحب لبنان أكتر من اللزوم, ما احرمهم من كل هذه الدنيا الشاسعة اللي فيها احتمالات وفيها فرص تيجوا يدافعوا عن بلد نحن منخونه وهو بيخوننا كل الوقت, لعبة خيانة متبادلة معه. عرفتي كيف؟ كل واحد حب لبنان قتل حرق دينه. شو هالقدر هيدا؟ شو هالقدر؟ كل واحد عشق هالبلد نقتل. كل واحد يعني في شيء كمان سوريالي بصير اخي. طب انه كم مره بدنا نجربها؟ وانه شو هالاوهام البطوله وشو هالاوهام خيي في دول ظابطه كيف انه في دول ماشي ظبطت مشي حالها, قطعت بالثوره الصناعيه وقطعت ب 400 سنه حداثه وقطعت separation of church and state. خلص شو بدي اقعد انا اروح ده يعني ارجع كل مره بدنا نرجع نخترع الدولاب عن جديد. بعرف ان هذا الكلام بركي انه ما هيك ما بيتمتع بالرومانسيه الوطنيه, بس انه عن جد انه ماذا شو انه معين اولادك بكره حبيبي شو بدك تورطهم يحبوا البلد ينزلوا يدافعوا عن بلد يرجعوا؟ ما بيك عملها وجدك عملها وانت عم تعملها, وهي صوره بيك هون قاعد بالحرب الاهليه عم تحت الرصاص وتحت الكوارث وعم بلم جرحى وعم بلم كذا. انت كنت ب 17 تشرين شفتك انا قاعد عم تحمي بنت واكلت عصاية على راسك. طب شو الفرق؟ طب الفرق بين هودي الصورة وصورتك انت قد ايه؟ بس في 20 30 سنة 35 سنة بس بعدك عم تطلع على سكاي نيوز نديم عم بتدافع عم تنتقد كل هول الزعماء قصدا, ومش بس انت يعني انت قد كثير ذكي لما بتستعمل كمان الكوميدي اللي فيك توصل. لا it's amazing. I'm trying like انا يعني I'm not into comedy بس ليه بتعملها؟ لانه خبر. هذا كان سؤال ليك. لانه خبر وبكتب عن بلدي بباشن, بس فرق بين انك انت تكتب عنه او انا بحب بلدي ومستثمر ببلدي بمعنى علاقات وعمر واصحاب وبيت وعيله, بس عندي خوف كمان انه انا اولادي. مره قريت جمله هيك تشوكني
إنه أولادك أنت حظهم بالحياة، فخلي حظهم يكونوا منيح، بمعنى إنه هني أول شغلة أنت بحياتهم هو أنت. So if you are good to them, هذا حظهم بالحياة. واحد تخيل واحد مثلا يخلق بعائلة البي السكرجي والأم ما بعرف شو وبيو بيضربه، إنه ما عنده خيارات. يعني بعد أولادنا ما عندهم خيارات بعد إنه يحبوا يكرهوا كذا، بالكاد ينقي اللعبة اللي بده يلعب فيها. بقى أنت كون حظهم منيح. أنا رأيي إذا منورطهم بسترينجز يعني نكون عائلة أكتر من اللزوم، نكون وطنيين أكتر من اللزوم، منصير عم نفوتهم ب virtual realities romanticization. إيه that will cripple them and that will cripple their growth somehow. لا خلي ينطلقوا بالحياة، خلي يروحوا يعيشوا وين ما كان بالعالم من دون نوستالجيا. أنا عشت بأمريكا وأنه مصير مرتي بتطلفن لأمها وتبعت لأبنة معزة من لبنان، خلي شو يخي لشو هالمرض تضلك عم تبرم فيه يعني. سوى انت عم تقول انه تكون لبناني مرض يعني؟ لا، انك تكون ايه، انك تكون وطني بالاوطان الخطأ ايه اكيد مرض ونحن عانينا منه. يعني انت قديش عندك فرص، انت شاب بامكاناتك معين، بثقافتك، باندفاعك، بالباشن تبعك، بالسكيلز اللي عندك، فيك تكون اليوم عم تشتغل بالاي بي سي نيوز بامريكا وعم صح، مش عم تاكل عصب بيروت ليك هلا. ما بدي احط لك، انا ما بدي احطك ولا بدي احبط لا بعرف جمهورك، بس انه انا عن جد واصل لمحل خيي. طب وبعدين؟ طب هيدا اوكي، معك حق، عندك كل الامكانيه، بس انا بعتقد اخذت خيار اوكي من بعد 17 شهرين. ما بعرف اذا انت حسيت هذا الشيء، بس انا ميديا بعتقد حسينا. بس كنا حوالي هول الشباب اللي عن جد عم بيناضلوا، ومع من تشرين، ومع كل هول الاحزاب التغييريه، مع كل الشغل والجهد اللي عم بيحطوا فيه، في امل. ما انت برايك انا مش من يوم للتاني بنزل ايدي بقول خلص كسخت الشغله، ما بدي حرب، بس العالم اللي حواليه بيرجع بيشجعوني بيقولوا لي معين تغيرت الامور من وقت 17 20. اكيد تغيرت. سو في شيء عم بيصير، يعني التاريخ ما عم بيرجع يعيد نفسه. انا هي مزبوط، بس بتعرف معين احنا من جيلين مختلفين. انا الفرق بيني وبينك بركي ما بعرفك من شيء 15 سنه على القليله. دخلك انقتل محمد شطح، شو تغير من وقت؟ يعني كيف اغتيال محمد شطح غير بالمعادلة إن كان سلبا أو إيجابا؟ يعني هل اغتياله، يعني شو حقق اللي قتل محمد شطح؟ ما بعرف. وشو تحقق لأحلام محمد شطح من اغتياله؟ يعني ما كمان توصل لمحل في لعبة عبثية، فهمت علي؟ يعني إنه لو سمير قصير بعده، محمد شطح بعده بركي، ولو لقمان بعده، انه شو غير قتل لقمان دخله؟ سمعت كلام لامه بيكسر القلب. شو قالت؟ انه انت شو انت اللي قتلت لقمان، حرمت البلد من طاقه شاب مثل لقمان. انه انسان مات، انسان معلم، سقف، مخرج، محترف ارشيف، ناشط، عم بيحافظ كان على التاريخ الاجتماعي والسياسي بلبنان، وعم بيحاول يفكر بكيف هيدا التاريخ فينا نخليه relevant للمستقبل بطريقة positive، وما يرجع يعيد حاله. exactly. تجي بتقتله، بسيب تفكر انت، طيب شو هي هاي الأوطان اللي مصائر ناس مثل رفيق الحريري ولقمان سليم ومحمد شطح ما ننسى حد أو كتار، أو بيير جميل، انه you really want to do the exercise one more time on a personal level on ما بعرف. بس لك العرب بيقولوا الأبناء مبخلة ومجبنة، بصير بخيل لأنه بتفكر لهم بمستقبلهم، تصرف أقل، بصير جبان لأنه بتصير تفكر بسلامتهم أو بسلامة مستقبلهم أو كذا. بس يا أخي فعلا لوين بدنا نضلنا رايحين بهالتكرار المضني والممل والمحزن والقاتل؟ Do you think 17 20 في أدي الأشي؟ يعني هذه الشعلة 17 عملت، 17 20 عملت كتير، عملت عقد اجتماعي جديد بعتقد. ما بعرف إذا عملت عقد اجتماعي جديد، بس أتليس عم نناضل عقد اجتماعي جديد لأول مرة كلنا سوا. يخي ايه عم بحكي عن الشباب، ما عم بحكي عن العالم اللي عاش الحرب الاهليه، بعدهم بيفكروا بمصطلحات سني شيعي شارع هيدا وهو اللي حيصوتوا. في جيل جديد،
في جيل جديد ما في شك انه الاشياء اللي بتجمعه مختلفة. يعني هذا جيل ما بيقعد بيناقش بمين معه حق، ابو بكر او الامام علي، بيناقش اذا هيدا المسلسل نتفليكس ضرب اكثر او هيدا ضرب اكثر وليه ومين، وكمان اذا هيدا المواطن درجه تانية ولا لا. يعني بنجرب نعمل لا equality. وبعدين انتو جيل بعتقد كواليتي اورينتد بمعنى اليوم بعد اللي اصغر منكم بعد اكثر، نحن جيل الترقيع. يعني نحن ليش 14 اذار مختلفه عن 17 تشرين؟ 14 اذار كانت بعدها في مكان ما معتمده على الترقيع، انه انت بتعرف اكس من السياسيين، مش اكس يعني، انت بتعرف انه وليد جنبلاط من منظومه الفساد، بس بتقبل انه وليد جنبلاط يكون معك براس حربه. ليه؟ في كومبرومايز يعني، لانه اولويتك انت اليوم السياده مش الاصلاح. هلا 17 عملت غلط ببدايات رجعت صلحته بعدين، انه قالت لا انا مش اولويه السياده، اولويه الاصلاح، انه بدنا نحط حزب الله مثله مثل غيره. اكتشفوا الشباب انه لا خي ما فيك، ما ممكن، المشكله الاساسيه سلاح حزب الله، بعدين بنحكي باي شيء ثاني. انا برايي 14 و17 يعني 14 اذار و17 تشرين لازم يوصلوا على محل، يعملوا هيك كونفرجنس على محل، على نقطه انه بدك تخوض معركه الاصلاح وبدك تخوض معركه السياده مع بعض، ما فيك تاجل وحده عن الثانيه. هلا انتم بترجع على فكره انه انتم جيل كواليتي اورينتد، بمعنى اليوم خي خد هاي الابلكيشن على التليفون، انت اذا ابلكيشن بتنزلها وبتلاقيها انه شو ما كان خي طبعا يو اكس ما له عازه دليفري يا خي، شو ما بس لاول بتجربها اول مره ثاني مره بتلاقي يو ديليت، بتعمل سبسكريبشن بويب سايت او بجريده او ب ستريمينج سيرفيس واتيفر ات از، تعطيها جمعه 10 ايام طب بتشيلها خلصت. الجيل الاصغر بيفتح الابلكيشن اذا لقي انه الوانها ما عجبته ما بينزلها. يعني ساري ابني عمره 4 سنين، اذا حطيت له التمساح تبعه على اللون واخضر مش اللي هو بده اياه ما بينزلها. يعني احنا ما بدنا ولا لون ب 17 20 بقى. فانتو كواليتي اورينتد، بالكواليتي اورينتد ما فيك تقبل انه ليك ما عليه عود بلا كهرباء تقنين كذا رفع وتك ونزال ونزال، ده مش عايشين بالحرب، لانه والله في معنويات الدروز او في هرمونات السنه او في العالم صار اصغر الشيعة او كذا، العالم صار اصغر سو بتعرف شو عم بيصير برا وبدك ايه ترجع تعكسه. مزبوط مزبوط، وكواليتي اورينتد هي كثير مهمه. يعني انت ما فارقه معك انك تروح تشتري براند، بدك الكواليتي، انت بدك خي القطن منيح او مش منيح، شو هذا البوكسر اذا كان كالفين كلاين او كان جدي ما فرق معك البوكسر بريحني او ما بريحني، بس بلش من البوكسر وخدها all the way up للسياسيين، انه خي انا ما لا مسيحي ولا مسلم ولا كذا، ميشيل عون طلع فيه خي فرط لي السي في طبعا، هيدا منيح ولا مش منيح؟ مش منيح بلى. يعني هيدي الحصان ان شاء الله تبقى، بتمنى تبقى، لانكم كواليتي اورينتد كجيل بكل شيء. يعني انه نحن يعني اللي اكبر منا مثلا خوض رجع 20 سنه لورا، يعني رجع مثلا للستينات او للسبعينات، يعني اللي كانوا شباب بالسبعينات، انه مين كان صحيح له يقعد يطلع قدامه يحط قدامه مين الاي في ليج الجامعات بالعالم ونقي اي وحده بيروح عليها؟ ما كان في، يعني هو كانت هيدي اكسسبل طبقه معينه. اليوم بتخرج من الجامعه عارف من هو بتروز يعني. قبل ما يتخرج بسنتين عارف حاله انه في هيدا البروجرام بهيدي الجامعه بدي اروح عليه ومقدر العالم اللي فيها تطلع من البلد. بس عم اقول انا انه انتم ما بقى تقبلوا بالبلف، صح عرفت علي؟ يعني ولازم ما تقبلوا بالبلف، نحن قبلنا بالبلف دفعنا حقه. بس ليك تعتبر انه انت دفعت حقه؟ دفعنا حق انت شخصيا لانه انت منك بلبنان بقى، لانه اخذت قرار نديم ليك. يعني انا اشتغلت كثير بكير برات البلد، يعني طلعت انا من لبنان اشتغلت ب ابو ظبي بال2001، لا الحره اجت بعدين ايه الحره بال2003، بس 2000 طلعت على قناه ابو ظبي صغير 25 سنه 24 سنه، بعدين رجعت على البلد كمان متعلقا بلبنان وكذا، ومجوز جديد ومرتي بدها تقعد حد اهلها وكذا، زيت المرض يعني زيت النكبة، رجعت وبعدين فليت على أمريكا. وهون يعني الله يرحمه سمير قصير كان له
ايد بهذا الموضوع مثل كتير اشياء بحياتي يعني I owe him a lot. انا كمان فما بعرف ليش صرنا عم نحكي عن عم تخبر شو عملت وامتى تركت لبنان وامتى رجعت على لبنان وانه عم بيقول لك عم بيسالك معين انت اخذت قرار تترك لبنان. ايه انا عم بقول ما اخذت قرار هلا انا من الاول من الاول في الطالع بس هلا عن جد خي طب انا قاعد ببلد انا قاعد بالامارات محاط بانتليجنسيا بتاخذ العقل بلد عم بفكر يطلع على المريخ تفتح كل يوم جوجل بتحط يو اي اي بتنزل لك سردة اخبار ما لها علاقه بشو معقول تكون عم تفكر بلبنان يعني بلبنان مثلا بتقعد مع الشبيبه اصحابك مش ذنبهم بس واقعهم هيك لولار ودولار ومش لولار و يعني احنا بعطيك تشيك وبتاخد ما بعرف شو هيدا قد ايه بتحسب ليها ودي كده خي بتيجي لهم بتحكي ببلو هيدروجين وبتحكي بفاكسين انفستمنت وبتحكي ببايو تكنولوجي وبتحكي بدولة بتطلع على المريخ طب هالبوزيتيف انرجي انا ليه بدي احرم حالي منها يعني شو المبرر انه انا احرم حالي من هالايكو سيستم البوزيتيف البروجريسيف ارجع فوت بنكد وبنق وبنيجاتيفيتي على قصة ما بعرف لوين رح توصل. سو بتفضل في كتار ما رح يعجبنا الحكي أنا بعرف بس إنه غلط let's be realistic. سو بتفضل تحارب من برا مثل مك كتير بتفضل to contribute في ناس أشجع مني بقيين بالبلد وفي ناس أكفأ مني بقيين بالبلد أنا I will contribute قد ما بقدر بس أنا اليوم صلت بعمري عم فتش كمان على القضايا الصغيرة مستقبل ناي مستقبل ساري أنا لا سرقت ولا فتت بكومبينات على قد ما كنت بقدر وعلى قد ما كنت بعرف وعلى قد ما كان متاح لإلي ناضلت ب 14 أدار أوكي وصلنا لحائط مسدود وصارت 14 أدار شيء تاني بعدين إجت 17 تشرين حطيت كل وصلت لنفس القرار اللي أخده علي إنه خي نحن شو عنا نملك نحن شو بنملك نملك حضور ما بالسوشيال ميديا بنملك سمعة معينة حطها بوظفها مع هود الشبيبة طيب بلكي بيقدروا هني يحققوا شيء نحن ما حققنا انت كنت لازم تشوف بي بس تنزلت انا على الشارع وقلت له تعال معي على المظاهرة هون يعني في شيء كانوا جواته رجع ضوى ورجع له الامل وهو عارف انه الامل بالشباب جانت. إيه بس علي ما قضيته يعني كمان علي ما قضيته هلا خلص إيه؟ اليوم علي قضيته أنت وخيرك ولاده وأنا اليوم قضيتي ولادي بلد صعب لبنان في جملة لوضاح شرارة كتير هيك تقيلة بيقول إنه لبنان لم يملي نفسه علينا وطنا يعني بتشوف أنت مثلا أمريكا اللي هي دولة عملت أمة بتعرف هذا النقاش الدولة والأمة نقاش طويل عريض بس إنه أمريكا الدولة يعني الإدارة الادمنستريشن عملت أمة بس فارض حالها على كل الناس البلد فارض حاله عليك كأمريكان الألماني اللي هي الأمة اللي عملت دولة وصلتنا حرب عالمية أولى وعالمية تانية كمان فارض حالها على ناسها إنه أنا دولة نحن لبنان نتعامل معه بيتعامل معنا بطريقة هيك فيها كتير رخاوة يعني لا هو فارض حاله علينا وطن ولا نحن عارفين نعمل وطن ولا يعني شو ما بعرف يا خي وحياتك ما بعرف انه توصل لمحل عن جد بسي تسأل حالك أسئلة انه خي انه هل لقمان سليم كان مفيد كأستاذ بالجامعة بفرنسا أكتر من شهيد بلبنان ما بعرف بس ما هي بلبنان هيدا شعور ما بتوصل لهيدي القصة معين إلا بعد ما تكون فقدت كتير أصحاب طيب بتفقد سمير أصير وبتلاقي لحالك هيك ميثولوجي معين بترجع بتفقد جبران هولي أصحابنا مش يعني هول مش إنه ناس ما منعرفهم مش هول ناس يعني أنا لما كنت رايح أطلب مرتي كان سمير وجزيل ناطريني ببنية العزرية تا ننزل يعني نحتفل بهالقصة
بتدخل بالتفاصيل حياتك بانه بتلفن لك تيبعتك على امريكا تشتغل انه هول حياتك رفقاتك مزبوط عرفت. انا بس بدي خبرك انا لما اختلوا لسمير قصير بالسياره كان في الهديه اللي جاب لي اياها لانه كان خلق ابني كان بعد البيجاما بالسياره بالصندوق سو اختلوا ومن بعدها جيزيل حكيتني وقالت لي عندي شيء لالي وعطتني اياها والبيجاما بعده مضبوط بجرور كلنا يعني هيدي اللي عم لك يعني ما بعرف انه لا قد ايه فينا نكمل ايه يعني مثلا لا امتى انا بتذكر كنت بامريكا وفيت الصبح على ستاربكس بدي اخذ القهوه قبل ما اطلع على المكتب بتعرف بستاربكس في الستاند تبع الجرايد خصوصي بامريكا ففي الواشنطن بوست اللي هي اللوكال نيوز بيبر بواشنطن بنيويورك في نيويورك اند سو اون فيت اخذ القهوه مع سمير قصير على الصفحة الأولى بالواشنطن بوست خمس ست أعمدة صورة هالقد إيه؟ صورة قدام تمثال الشهداء عاملين صورة عاملين مقال عن لبنان تعرف لبنان وقتها كان نجم ب 2005 وحاطي منقيين بين الصور الصفحة الأولى صورة سمير قصير بتقول له كان بعد الصبح كان يعني بعد بالليل عن سمير نطرت لوعي ولا كذا قلت له شو عم تعمل على الصفحة الأولى بالواشنطن بوست فهديك دغري قال لي شو منزلين لي مقال انه مترجمين لي مقال يعني شوف لوين راح عقله قلت له لا حاطين لك صورة على خمس ست أعمدة فأول سؤال طبيعي من سمير قصير قال لي طب شو وضع معنويات النسوين بواشنطن اعتبروا جقل الثورة وكذا عم بيوزعوا كان عنده نكتة انه عم بيوزعوا مزاهر انه فقال لي بعت لي نسخ بعت له اشتريت ثلاثة او اربع جرايد بعتهم بفيدكس على النهار جيزيل كل مرة تقول له شو من بروزة لا 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 خي انا بدي روح نقل البرواز انا بدي روح نقل البرواز ونقتل ما نقل البرواز بعدين جيزيل بروازتها وحطتها بالبيت بين بيجامتك وبين برواز وبين يعني عم نحكي عن ناس لحمنا ودمنا مش عم نحكي عن ناس نحن هي مزبوط طيب بتدفن سمير قصير بترجع بتدفن جبران تويني بترجع بتدفن محمد شطح عم بنقي الأسماء يلي طبعا وسام كان صديق بس وسام بمعركة أمنية طويلة عريضة أكيد دعانه أكيد ما بيستاهل ينقتل بس إنه بتفهم الكونتكست تبع اغتياله بشكل بس محمد شطح حدا في يعني في حدا طبيعي بيقعد هو حط ورقه وقلم بيقولوا له مين بدك تقتل بقول له محمد شطح ده هيك عم تقول لانه ما في حدا مسالم قد محمد شطح ما في حدا محاور قد محمد شطح ما في حدا منفتح وعقله كبير وشو عنده محمد شطح عشان هيك بركي لانه كان عم بيحاور وكان عم بيفحد المجال فانت بس تدفن كل هود الناس بس بتقول لحالك خي تعب تعيش هذا الصراع بين انه انت عم تخونهم وبين انه انت somehow you gave up لمين عم تقوله كتبت مقال انا من ثلاث جماعة شو عم بقول انه I'm exhausted to be Lebanese كلنا exhausted كلنا حاسي انه على منيح انه في شباب حوالي وفي معين وفي منتشرين وفي لحس انه انا ما بدي احبطهم انتبه اللي يعمل تجربتهم بس لا هذه أكيد. تجربتك الشخصيه وهذا ما فهمه انت يعني straw that broke the camel's back مثل ما بيقولوا بالانجليزي انه too much بفهمك انه انا كمان لانه انا من جيلك يعني بس انا ما عشت الحرب كنت عايشه برا بس كمان بحس انه I wanna give up انه خلص طب خلص انه وبعدين بس يلي انا كنت بدي اسالك ايه عم بتقول ليه قتلوا ليه محمد شطاح وليه سمير قصير وهيك طيب ليه لوكمان سليم شو الرساله شو عم بيجربوا يقولوا لنا انه سكتوا ما خلص شارع الشيعة برعتوا قد ما بدكم مثل ما ضربوهم 17 خليني اقول لك بالاغتيال السياسي
اللي عم يقتل ما بعرف اذا بتطلع صح اني اقولها هيك, بس these are mature killers, مش ناس نرفزوا سحب الفرد وقوصوا مدروسه يعني اللي قتل استراتيجيكلي ماتشور عارف حاله شو عم يعمل. خلينا بس نحط لقمان وان مومنت على جنب حنرجع له ولازم نعطيه حقه. هل بيقدر حزب الله وحركة أمل اللي أنا برأيي بالحد الأدنى خلقوا الكونتكست اللي أدى لأغتياله؟ هلأ مين كبس على الفرد؟ بلكي أنا وياك مثل ما حكينا بأول حلقة, بلكي خي إسرائيل, بلكي مين ما كان, بس أنت خلقت الكونتكست المتكامل ليجي واحد يستثمر ويقتله ويعمل فتنة ويلزق فيك. يعني كن واضحين, بس خلينا نحط لقمان على جنب شوي. ال- 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 الاغتيال هو مش انتقام, مش نرفزة, مش تعصيب, مش كذا, هو الغاء المستقبل, هو اعلى درجة من السنسورشيب او من الاديتينج. عم يعملوا فيوتشر اديتينج لمشهد ما بدهم يشوفوه. هل حركة امل وحزب الله عندهم مستقبل بالمشهد اللبناني الحالي؟ إذا بده يروح البلد على دولة, دولة طبيعية بتشتغل, ناس بيروحوا بيشتغلوا فيها, بيرجعوا بيوتهم, فيها شوية بنوك وفيها شوية مدارس وفيها شوية اقتصاد وفيها شوية سياحة, هل لهم مستقبل؟ أول شيء ما في شيء اسمه حركة أمل بعدنا به بري, أنت ما نضحك ما حالنا. في ولاية سياسية يعني, لا شو ما في وراثة سياسية. حركة أمل هي نبيه بري, يعني حتى الشيعة بيعرفها. نضحك على بعضنا هلا ونقول لا إنه في حزب وفي مؤسسات, في شيء ما أعرف, ما في شيء, ما في شيء. يعني بلكي رندا عم تفكر تورد باسل إذا شيء, بس إنه very very small asset. خليني أقول ما مش هو كشخص, أنا ما بعرفه للزلمة, بلكي يكون زلمة مرتب وآدمي, ما بعرف شيء عنه صراحة, بس عم اقول انه في اورا اسمها نبيه بري. هاي الاورا هي اللي اليوم الجلو اللي جامع شيء اسمه حركه امل. واحد اجره عند حزب الله شوي زياده, واحد اجره عند السوريين اكثر, واحد اجره عند كذا, بس انه الجلو نبيه بري. بروح نبيه بري ما في حركه امل, يعني بتصير حاله هلاميه. بنجي لحزب الله. هيدا الحزب برايك يعني في اي سيناريو بالمستقبل عنده مستقبل؟ يعني هو شو يعني, طب اوكي اليوم في مشكل اقتصادي بالبلد, هو عنده اقتراح للاقتصاد غير انه زرعه نعنع على البلكونه؟ جدي انا وحياتك ما بتسأل عليه وحياتك. يعني انه اليوم حزب الله, اذا انا سالتك ما هو المشروع الاقتصادي لحزب الله, اخي انا ما بحبه لشرب النحاس, يعني ما بحبه, ما لا بطيء فائد يساريته, لا بطيء جعدانات تبع الستينات, ولا ما الجليتو. بس غيب تسألني انه شرب النحاس عنده مشروع اقتصادي, بقول لك عنده مشروع خرائي بس عنده مشروع اقتصادي. عنده شيء زلم يحطه على الطاولة ولاد المشروع تبعه, منيح صح. تجي بتسألني شو المشروع الاقتصادي لحزب الله؟ ما في, لا هو ليبرالي ولا نيو ليبرالي ولا يسار ولا اشتراكي ولا شيء. قال بده يعمل هو الاقتصاد الإسلامي. طيب شفنا نتائجه بإيران, صار له من 79 بركبوا اقتصاد إسلامي. شو قصدهم باقتصاد إسلامي؟ شو بعرفنا, ما بعرف. ما حدا بيعرف, ربك بيعرف شو بعرفنا. بعرف إنه بالاقتصاد الإسلامي الدجاجة حق شقة, من وين بأنه إذا بدك تنزلها على حتى تو كوانتيفاي الاقتصاد الإسلامي بيطلع عنه الدجاجة بحق شقة. إنه كتاب اقتصادنا محمد باقر الصادر, كتاب بالمعنى العلمي شديد التواضع إلى حد التفاهة. يعني مش إنه أي سؤال أي ايكونوميست خي عامل 101 ايكونومي بيقول لك إنه هذا كتاب تافه, بس هذا عماد الثورة تبع الاقتصاد الإسلامي, على الفكرة تبع الاقتصاد الإسلامي. حزب الله ما عنده مستقبل, ما عنده ولا فكرة عن أي شيء. شو الأولوية يعني لأقول لك؟ ماشي, هو جهاز أمني.
ما تضيعوا. لك حزب الله هو جهاز أمني سلاش عسكري، طالع له حزب، طالع له كتلة نيابية، بس كله خرطي ما له قيمة بالأساس. الكور، الكور بزنس تبعه هو الأمن، هو بيشتغل أمن وعسكر لصالح سماحة السيد القائد ولي الفقيه الإمام الخامنئي دام ظله. هاي شغلته. وبالتالي هذا الحزب إذا بتكمل المعركة هو بيكمل، بتخلص هاي المعركة ما بعود له شغل، بتكمل إيران هو بيكمل، بتقصط إيران بيقصط معه. الحزب الشيوعي اللبناني حزب طويل عريض، عابر للطوائف، فيت بالأغاني، فيت بالفن، فيت بالكذا، معامل موسيقى، شعر، محمود درويش، ما مخلى شيء منيح. طلع خياك يلسن برام المدفعية، قصف البرلمان الروسي، بعد جمعتين صاروا الشباب قاعدين على القهوة عم بيغنوا ل شيد قصورك على شيد قصورك على المزابل. خلاص تحولوا لحالي نوستالجية ما إلا بتاع. في اليوم في شيء حزب شيوعي واحد بالعالم اليوم له حضور جدي وكذا؟ ما في. فهيدي الساتلايت أو الكلاستر باورز يلي مربوطة بالساتلايت اسمه مثل الاتحاد السوفيتي أو إيران، بيسقط السنتر بيسقطوا هني. أوكي طيب ليش وصلنا لهون بالحديث؟ لأنه عم نقول هو اثنين ما لهم مستقبل. أوكي بركي المستقبل مش للقمان سليم، بلكي المستقبل. بس هني ليك شو عملوا؟ هني روعوا السيد عادل أمين، أول شيء طردوه من صور على بيروت، بعدين طردوه من بيروت إلى خارج البلد. عادل أمين عميل عادل أمين، إذا في عمامة للمقاومة هو علي الأمين. إن شاء الله فكرك هو للشبيب الطارئين الجديد، هو اللي كانوا بدبحوا شيعة بإقليم التفاح وبيعرف هو المقاومة. شو هون؟ كومبو، شوية مقاومة على شوية مافيا، على شوية حرس ثوري، على شوية زعران، على شوية مهربجية، على شوية مرسنيرز. ايه كومبو قوي، طاقة بنكلب منا قليلي يعني هائلة. بس انه بقى ما عندهم مستقبل، عندهم حاضر بأمر الواقع متمسكين. المستقبل بركي مش للقمان، بركي مش لعلي الأمين، بس عم بيلغوا هذا المستقبل. هني عم بيبصروا متما عملوا مع سمير أسير وجبران تويني. ايه خير طبعا. ايه انه انت بتقتل جبران ما بتقتل غسان. غسان بتعرف رجال كبير يعني، رح تجي ساعته. بس بتقتل مستقبل. حولت النهار من جريدي لبنائي، حاولت نايلة تويني ولا تزال تحاول باي هوك اور باي كروك تو دو سمثينج، وعم تنجح احيانا وبتضعف احيانا وبتقوى احيانا، تعكس الظروف. بس انه قتلوا النهار، قتلوا مستقبل حزب الكتائب مع بيير جميل. ما كانوا مراهنين انه سامي يقدر يعمل شيء. سامي reinvented himself in a very interesting way. انا كنت بدي اسالك على فكره، في احزاب وسامي جميل بيحكي حكي بيشبه حكي الثوره، وفي كذا حزب بعتقد عم بيحكوا حكي جديد حكي مثل الثوره. هل هول الأحزاب لازم يحكوا، هول صاري الأحزاب الثورية مثل منتشرين مواطنين ومواطنات ناشنال بلوك لازم يحكوا مع هول الأحزاب اللي شوي راب عليهم؟ أو لأنه في عالم بتعارض هذه الفكرة، لأنه كل واحد عنده تروما. خيال بفهم أنا فكرة النقاء الثوري بفهمها، لأنه نحن في بيورتنز، نحن هيدي السلف راتشسنس أنه دخلك. نرجع شوي لصديقنا وصديقك مواطنون مواطنات، انه هو كان وزير بالحكومه مش هيك؟ هو ما جاي مساقط من السماء، مش اجى من المطهر الالهي. وهو لما كان بالحكومه اكبر سلفتين خزيني بالتاريخ الحكومي بوقتها، اخذ وحده لإله وحده لجبران باسيل. طاقه هو شو دخلك كان وزير شو اقتصاد شيء، اخذوا سلفه خزيني طويله عليه. ما عم بقول هو أكيد إذا رجل نظيف، أنا ما عم بقول إنه حرامي يعني أو إنه فاسد، بس عم بقول إنه عنده عقل مانجمنت قديم وعقل اقتصادي قديم. وا 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 وا
ولو ما شنوا عليه حملة ما عاد لي جماعة حزب الله على الطاولة باعتبار ما في مشكلة بالبلد مع حزب الله، مشكلة بس مع فؤاد السنيورة. مهم بس لازم لازم يحكوا يعني. أنا برأيي بعدين لنعطيه حقه لسامي الجميل. سامي ما فات على هذا الخطاب بس لأنه صار 17 تشرين، لا فات سامي صح. سامي بال 2015 طلعت ريحتكم أخذ خيار المجتمع المدني بصدق. هلا بتقلي الباجاج تبعه تقيل، بيو امين جميل في اشكاليات حول تجربه امين جميل اللي بدك يعني، بس انا بقول لك 10,000 امين جميل ولا نهار واحد وفيق صفا، لانه شفنا التجربه نقد المارونيه السياسيه كمان يروق علينا شوي. بس لو كان المارونيه السياسيه بكل مشاكلها وبكل عثراتها عملت مؤسسات بالبلد صح. اجت الشيعيه السياسيه صرنا عم نشحد حليب اطفال من مصر، نحن بالستينات مدينين الهند، لبنان مدين الهند بالستينات. سؤالك لازم نحكي بال 2021 عم بيشحد حليب اطفال من مصر، مع احترامي لمصر ومشكورين بمصر ما فين حد البلد. بس سؤال اذا سامي جميل عن شد فعلا بده يسبب تغيير، برايك لازم يترك مثلا حزب الكتائب ولازم يعمل حزب جديد كرمال العالم تعرف انه فعلا هو عن جد ثوري؟ هي مش البراند الملزوقه فيه، مش انه حزب الكتائب، البراند الملزوقه فيه انه في اخراج قائد عائله اسمه الاسم سامي اسم الوالد امين الجميل، خلص يعني انه لو سماه ما في مهرب منه. قصدك مش ما في مهرب منه، حرام نحاكمه بعبء بيو او بعبء حزب الكتائب او بعبء في اسد. هالاسد اسمه حزب الكتائب، اخذوا على محل تاني. هل المطرح اللي اخذوا عليه يعني مطرح منيح او عاطل؟ خذ القوات اللبنانيه. طيب انا بعرف انه في هيك رغبه دائما عند شبيبه 17 تشرين انه كلهم يعني كلهم وسلف رايتشسنس واللي بدك. طب يا اخي تعطيني وشو ملفات الفساد الجديه تبع القوات اللبنانيه؟ مش الجديه، شو ملفات الفساد بالمطلق؟ انه في بوليتيكال ابوينتيز ببعض الوزارات بامريكا، في بوليتيكال ابوينتيز لكن العالم بتتقدم لانه تحالفوا مع العالم. لا انا قصدي ما فاتوا بمنظومه الفساد، ما فاتوا ب بس كان في تحالفات، اكيد في تحالفات. بس ما هيدي ما انت يعني برجع بقول لك، يا بدك تقعد على الطاوله يا بدك تقعد برات الطاوله. انا برايي وجودهم على الطاوله لو عملوا تحالفات، وكانوا عاملين تحالفات يعني مش انه كان فيك تسترد البلد من السوري بال2005 من دون ما يكون في حدك بلدوزر اسمه وليد جنبلاط، ما كان فيك. ما نضحك على حالنا، انه مين بشيل البلد؟ حبيب صادق بشيل البلد وقتها؟ مع احترامي ومحبتي وتقديري وانحنائي امام شجاعة حبيب صادق اللي كان اول شخص بالمناسبة قرأ بيان لبريستول، فما حد يجي كمان يخبرنا انه الشيعة ومش شيعة. شيعة بصلب ربا ل 14 أدار 17 تشرين ولا ما أحدي. بس إنه إيه بهداك الزمن بمعادلات هداك الزمن، بس إنه عمل تحالفات خير يعني. So وقتها it's okay. هلأ مش وقتها it's okay، أنا عم بحاكمه على موقفه السياسي. هل هو شريك بالفساد؟ ما بعرف، بس انه لازم 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 يصير في حوار سياسي على عناوين كي يستعملون انتو كشباب، استعملوا هاي الاحزاب، هاي الاحزاب بدها شرعيه من وراكم صح. استعملوها تعال يا خي. لا بس تنفقد الشرعيه كمان نديم اول ما تتعامل مع هو الاحزاب التقليديه مثل ما بيسموه ده. اجين كل ايه كل كل شق عنده تراما معين من حزب، اكيد رح تلاقي ناس تقول لك هذا الكلام طبيعي، بس واقعيا انت اللي ماسك اللعبه انه يعني انت اليوم فيك تروح تقول له تعال لك يا اخي انت عندك نواب بالبرلمان، انا ما عندي نواب، انا بدي اتعامل معك على القطعه، انا في هذا القانون بدي 10 نواب من ضمن نوابك يروحوا يقدموا للبرلمان و و و و على القطعه. شو بدك تستغل الاسيتس تبعولهم يعني؟ اكيد. وإذا في عندك ناس عندها مشكلة مع عبدالله أنا فلي ما بتعطى معه. طب شو رأيك إذا الأحزاب التغييرية مثلا بيفوتوا تحالف بين بعض وبيسببوا كتلة
بيعملوا كتلة. بدك تفوت على البرلمان، في مؤسسات وفي انتخابات كمان. ايه عم بقول لك، اذا فتوا على البرلمان عظيم، انا بدي تفوتوا على البرلمان، انا بدي 10 نواب، بدي اكثر. انتبه اليوم البلد لو صار انتخابات مبكره، انا برايي ما راح تغير كتير، بمعنى ما راح تغير كتير، بس ما راح تغير تغيير دراماتيكي. يعني الشيعة حيقفلوا 27 تبعهم، السنة بركي حريري يخسر نائبين، يعني يخسر نائب ببيروت، نائب بطرابلس، بس انه هي will be the biggest chair in the parliament بالسني constituency، لانه ممسك فيهم مسيحيا بكتير بينفرع من العون، بتقدم القوات، بتقدموا شوي الكتائب، وبعتقد انه ناس مثلكم بركي يخرقوا. اذا خرقتوا بعشرة ما بدنا اكتر. ليش عشرة؟ ليش رقم عشرة؟ مش لانه بحب رقم، مش لانه رقم مارادونا، يعني عشرة لانه انت بدك عشر نواب ليقدموا اقتراح قانون ويقدر يكونوا قوة تغيير from the internal mechanism of the political system. طبعا ده سؤال عم نحكي عن كيف، بس ما عندك عشرة بدك تركب عشرة، يعني خمسة سبعة، بدك ثلاثة من برا، بدك تروح تجيبهم من الأحزاب اللي هي أقرب شيء عليك، أقرب شيء عليك اللي حتضل مختلف معه، حتضل تقول له يا خي أنا فلان ما بيعجبني لأنه كان ما بعرف شو بالحرب الأهلية وكسر. طب عندي سؤال، هلأ أنت عم تقلنا فينا نتفاوض معه الأحزاب التغييرية اللي بيشبهونا، في مواطن ومواطنات كان في مشكلة هديك المرة وقت إجا حسام مطر وقعدوا معه، وحسام بعتاد طلعوا صور أنه كان ياخد صور مع قاسم سليماني، كان يعمل مؤتمرات، هل هذا كمان التفاوض أو الحكي مع هذا الطرف كمان مقبول؟ ما زلنا صرنا عم نحكي مع هول الأحزاب. شو بقى تحكي معه؟ يعني ما شرح لي كمان شو بقى تحكي معه؟ منو قريبين علينا؟ يعني حدا ما أنت مبلش من عند قاسم سليماني، شو بقى تحكي معه؟ يعني ليك أنا برأيي الطلاق، نحكي الأمور مثل ما هي، نحكي جد أو بدك نحكي جد، نحكي هيك إنه هو الكلام تبع إنه اللبنانية والكذا بصيروا بيحطوا كفوف، أنا مع الطلاق مع حزب الله، طلاق كامل، هذه حالة إجرامية بصرف النظر عن اللي بتمثل، يعني كان هيتلر بيمثل وهتلر حالة إجرامية، ما حدا يقول لي إنه يمثل عند الطائفة الشيعية يمثل، أوكي ماشي على راس، هتلر كان بيمثل أغلبية جدية 36% عند الألمان، مش لعبة، وحكم ألمانيا بس كان مجرم، يعني هذه حالة طلاق كامل معه. قبل ما تتبنى حد أدنى من التوافق اللبناني حد أدنى انه ما منقتل، ما منغتال، انه بالمواضيع اللي منقدر فيها تكون لبنان اولا، انه شوي يستحوا، يعني يستحي عدمه شوي، ما يطلع يخبرنا انه انا مصريات من ايران وبعدين نحن السفرات، انا صواريخي من ايران ونحن السفرات، خكي يروق شوي، يتواضع شوي، انا بعرف ما بيقدر يتواضع، ما بيقدر، نزق والايجو تبعه كبير و يعني كبر هو بعقله بالفيرتشوال رياليتي اللي براسه، ما بقى يقدر خلص، صار محل تاني. سو شو شرب النحاس عم يجرب يعمل هلا اذا عم بيحكي مع هيك عالم؟ شو رايك؟ ليك شرب النحاس يعني يسار قديم، صار خشبي بالعمق بالعمق بالعمق، هو ما عنده مشكله مع حزب الله، كان قاعد بالتيار اللي هو راكب على موجة حزب الله، التيار العوني آخر النهار كحالة سياسية، كيف عمل هذا الصعود؟ عمل كونستنتيونسي مسيحية وركب على موجة، عمل سيرفينج على موجة شيعية بيطلع فيها انه بيعمل إيجاليتي مع السنة اللي هن برأيه الكورنر ستون تبع اتفاق الطائف، انه انا بشوب اي عضلات بدي اقرط السنة بقرطه بانه انا بعضلات حسن نصر الله، ايه اوكي هذا اللي عمله اللي. وعمل رئيس جمهورية مزبوط، بس انه ديب داون هيدا الطبخة.
شرب النحاس كان بهاي التركيبة، انه بالعمق ما عنده هم له علاقة بسيادة البلد. ونحن كل شيء نحن بدنا البلد يكون ضعيف مش قوي، عرفت كيف؟ وبدنا يكون مش مهم. بس هو عم بيقول يعني حصل نظل كل مرة بقلنا لو ما المقاومة ما سمعوا، كانت ذاك النهار كان صالح مشنوق عم بيقول على ام تي في انه خيطة انه اذا بكرة اجا الكارتيل الكولومبي قال لك لو ما بابلو اسكوبار ما سمعته بكولومبيا شو هالشرف العظيم. نحن بدنا بلد كتكوت صغير هش ما قوي ما بده يغير العالم، فيك تعمل سكي وتسبح بزيت النهار. بدنا نعمل سكي ونسبح بزيت النهار، ايه مزبوط. وبدنا يكون في عنا اخر المنتجات اللي لها علاقه انا كتير انبسطت لما كان في لاين قدام لوي فيتون، انه كل الناس شو هالصوره البشعه، احلى صوره بالعالم هيدي. عم تحكي عن وقت العالم كانت ناطره بالصف كرمال تشتري بزيت الوقت، كان في عالم ناطرين كمان يشتروا ربطة خبز. انا استحيت من هيك الصوره، انا بدي لبنان يكونوا الناس واقفين اللبنانيين والاجانب قدام لوي فيتون لانه قادرين يشتروا كل اللبنانيين، بس ما يكون في ناس واقفين قدام متجر الخبز قدام فرن الخبز، عيب. هيدي الصوره لازم نستحي فيها، مش هاي بعتد العالم كانت عم تستحي يعني دبي لما بتيجي بتطلع بتفتح الدفاتر الشيخ محمد اخر النهار بشوف شو عنده سياح فاتوا، بشوف شو انصرف مصاري جديده بالبلد، مش شو السكان صرفوا. بينزعج اذا فات على محل شاف المطعم فاضي، بينزعج اذا فات على دبي مول لقى فاضي، بينزعج اذا راح على 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 لانه زلمي واقعي بيعرف انه هيدي هي هذا هو الاقتصاد وهيدي هي. بينزعج اذا ما لقى عشقة سير. بس مشكله بهالصوره انه كانوا عم يعملوا صف قدام فيتون لانه فيتون عم بيسكر. بعرف بس ايه انا اخذت على محل تاني. لا حلو يلي انت عم تقوله، يعني برمت فهمنا برمت الصوره انه هيدا لازم يكون لبنان، الناس عم بيوقفوا بالصف ليروحوا يشتروا جزادين ومش عم بيوقفوا بالصف ليشتروا خبز. أكيد. هيدا مفروض يكون لبنان. أكيد. ولازم يكونوا كلهم قادرين يشتروا أو الأغلبية قادرة تشتري. طيب إذا طلقنا مع حزب الله بترجع لبنان؟ يعني بتركب معنا على الطيارة؟ ما بعرف وحياتك، ليك مسألة لبنان مسألة مرتبطة ب ب مرتبطة بمستقبل أولادي لا أكثر ولا الصراحة. يعني أنا ما بدي، برجع بقول لك ما بدي أولادي يكون في عندهم حواجز بحياتهم لا عائلية ولا أسرية ولا وطنية، ما بدي ورّتهم أوهام. أنا برأيي ناشناليزم is bad، أكيد ناشناليزم is really bad، أكيد. وهيك over family connection is bad. بس سيني ما عم أنا ما عم ناضي لناشناليزم، عم ناضي كرمال يكون في مواطن درجة أولى. أوكي مزبوط. أنا عنده أكسس. إيه بس هيدي ليش لازم كمان بدنا الناضل، معلش معين، يعني كمان بدنا الناضل بلا كفوف. يعني ما يعني اسمح لي إنه 17 تشرين على راسي، بس إنه بقيوا يعني بقيوا إنه لا ومش حزب وحزب الله وكذا وما بدنا ومش كذا بدي جبوا آخر شيء طلعت إنه الخزوء الأساسي الرئيسي هو حزب الله، كلكم اكتشفتوا هذا الشيء مش هيك؟ مين أعظم مناضل بالقرن العشرين؟ نيلسون مانديلا، صح؟ صح. طيب. إجا نيلسون مانديلا طلعوه من الحبس. طلعوه من الحبس الحكومة الفصل العنصري البيضاء مركبة كومبين مع مارغريت تاتشر بوقتها رئيسة حكومة بريطانيا، إنه بلكي من فوته منعطيه وزارة الصحة، منعطيه وزارة المال، منعطيه التلت المعطل، منعطيه سرمية، منعطيه ما بعرف شو، انه منفوته لنيلسون معنا باللعبه وبيمشي الحال. قال له مانديلا This is my middle finger حبيبي. وتحول نيلسون مانديلا الى ابرز شخصيه في العالم تدافع عن فرض عقوبات على نظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا، واسقط نظام الفصل العنصري وغير جنوب افريقيا. ما في شيء اسمه تغيير باللبسين كفوف. بدك تطلع تقول تجريم حزب الله، واحد. اثنين، تجريم اي علاقه مع حزب الله. يعني اذا في دومري قاطع من حد
بناية عليها علم لحزب الله خلعوا عقوبات. في واحد بيعرف واحد أمه بحزب الله خلعوا عقوبات. ما في مزح. هذا خلاص يعني. بدك هذه الحالة بدك تجرمها وتجرم من يتعاطى معه وتتحول إلى حالة محاصرة ومنبوذة بالكامل. مش انه بال 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 على الطريقه اللبنانيه اشياء با وتعوا يا خال بنقعد وكذا. ما في ما تركب هيدي جربناها. ما فينا نضلنا قاعدين مع وليد جنبلاط عم بنط من انه ساعه بده يعلق العلم الفرنساوي على المختاره ساعه بده يرجع لفلسطين. وانا بحبه لوليد جنبلاط على المستوى الشخصي. اي لايك هيم هيز تشارمينج بيرسون. بس ما فينا نضلنا خلص. واحد بده ياخذ قرار. انتو جيل خيي بدكم تاخذوا قرار كواليتي اورينتد. كواليتي اورينتد. هل حزب الله بيزبط مع الكواليتي تبع لبنان؟ ما بيزبط. بقول للناس اللي بيقولوا خيي انت اليوم انسيلي انسيلي حزب خيي هيدا في هيدي هيدا برودكت ما هيك هيدا البرودكت نزل على السوق صار لك 40 سنه بتمحن بسما ربي انه هيدا البرودكت هو اهم برودكت بالعالم. لا عم ينباع ولا عم ينشره وبيشتروا ولاد خالتك ولاد عمتك خي بتوصل بعد 40 سنة بتوصل بتعرف شو شيله من السوق بلا هالشغلة بلا. طب في برودكت اسمه الثورة الإيرانية صار له من 79 لم ينجح بأن يكون جزء من أي استقرار في العالم including إيران. برودكت يا خيي برودكت اعتبره سيجارة اعتبره كاميرا اعتبره مايكرو اعتبره شريط يا خيي اعتبره كنزة اعتبره شو بدك اللي بدك اياه. هل برودوي ما عم بيقلع ما عم بيقلع يا حبيبي رحت استلمت العراق خيي مش الشيعة انه في مظلومية شيعية وما عم بيخلوه نحكم طبعا اوكي عظيم مواطن درجة تانية جيت استلمت انت كمواطن درجة تانية كلنا مغلطين بحقك منذ معركة صفين لليوم نعتذر سامحنا بس جيت انت ثاقبت انه ركبت بالعراق أكترية عبياض السليماني قاعد مع رين كروكر عم بنسقه ببعث له واتس أبيت عبر جلال طالباني وماشي الحال ما في ولا مشكلة وعم بنسقه بركبه حكومة بيربح إياد علاوي بقوله زيح عشان بركبه المالكة محله كله تمام صح؟ فرجيني العراق لا هيدا بلد نفطي بلد فيه دجلة والفرات دجلة والفرات نيلان ما في مي تشرب طاع الله يطاني. قال لك إسرائيل تريد أن طامعة بثروات لبنان. شو ثروات لبنان يا حبيبي؟ شو ثروات لبنان؟ الليطاني صار مجرور. مين عمله مجرور؟ بيئة المقاومة اللي فاتحة مطاعم على طول على طول نهر الليطاني. بيذبحوا البقرة بكبوا مصارينا بالنهر بيذبحوا المبع بيبقى شوية كفتة بكبوهم بالنهر بيبقى خضرة بكبوها بالنهر بيبقى زبالة بكبوها بالنهر صار مجرور النهر. طب يخيي مين اللي هذا النهر مين أعدى من نهر الليطاني؟ بيسكس ما عم نحكي شيء ما عم مش زرة هذا الكلام okay. أنه إسرائيل تريد الاستحواذ على خي كتر غير اسرائيل اذا بتاخده بتنفضه بتنظفه بترجع لنا ايه والله بنكون ممنونين يعني ما انه معقول يعني واحد يقول لك انه في اطماع اسرائيليه في لبنان شو طمعانين بجبال لبنان الخضراء شو اسمه دخله كده تبع الكسرات فتوش نقوله ايه نقوله فتوش خلى تلي نقوله انه في شيء وادي ما حفره مثلا هو لحاله مسؤول عن شيء 4% من الجلوبال وورمينج بعتقد. بقول لك انه قال اسرائيل طامع بالسروات بلا اكل هوا خلصني. هلا في بعد سؤال نحن كنا عم نحكي عن الثنائي الشيعي خلينا نحكي عن السنه شوي. في سعد الحريري هلا عم بيلعب بعتقد ميوزيكال تشيرز عم بيجي عم بيروح عم بيجي عم بيروح. هل انت بتعتقد سعد الحريري عنده محل بالحكومه الجديده او اذا حيكون في ليك حكومه بال بال يعني بمعنى انه كيف النظام راكب ايه عنده محل انه هلا اذا بصير انتخابات كتله سعد بتقل نايبين بتزيد نايب بتقل ثلاثه whatever it is بس انه هو بهاللويا جيرجا الطائفيه هو رئيس القبيله السنيه حده شركاء مقابل القبائل الاخرى بقى بهالمعنى له محل. هلا اذا عم تسالني انه هل فينا نعتبر انه نحن اليوم هل 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 مث
يلي اسمع انه تراهن على الرئيس سعد الحريري لإنتاج الحلم اللي أنتجه رفيق الحريري، بقول لك لا، يعني من الآخر مش يعني لا، الجواب السريع لا. لأسباب إلى علاقة بالفرق الكبير بين الشخصيتين، بين التجربتين، بين الإمكانات، كمان بالظرف الإقليمي. يعني كمان رفيق الحريري رحمة الله عليه إمكاناته معترف فيها، بس كمان في إمكانات وفي الكونتكست اللي ركبت فيها الإمكانات، بلحظة تقاطع سعودي سوري إلى ما هنالك، بوعود سلام بالمنطقة إلى كذا، بتجربة بخبرة بكذا بكذا بكذا. رئيس سعد الحريري is a completely different تجربة experience وكذا. وأنا برأيي أنه هو ضيع فرصته، يعني هو أهدي فرصة أن يكون شيء في تاريخ لبنان، ضيع مصاري وحزب وعلاقات، ضيع خلاص. يعني is he's not he is not the brand that he should يعني have represented somehow. هو مش يعني باقي من حريريته اخراج الأيد العائلي، بس انه الحريري كإرث لبناني طويل عريض، لا هو ما يعني روح فرصه، روحها اكيد، روحها اكيد. كنت تسأل شيء مدى؟ ايه انا كنت بدي اسال قبل، لازم كنت عم بتقول انه شباب تبع 17 تشرين مش لازم خلاص لازم يعرفوا انه المشكله هي حزب الله. طب كيف واحد مش بس حزب الله، لا لا تبي انا ما قلت بس لا حزب، اهم مشكله انه في في يعني في هالتحالف القائم بين الفساد والسلاح، تحالف جدي مافيا وميليشيا، يعني مافيا وميليشيا. كيف فيك توقف بوجه سلاح؟ انا نصيحتي لهو الشباب صراحه ما فيني اطلب منهم يوقفوا بوجه سلاح. لقلك ليه، انا اول شيء انا يعني على المستوى الشخصي معين بيعني لي هو صار صديقي، بس هو ابن صديقي بيعني لي لانه شاب بياخد العقل وصرفقاته بحبون، فانا ما فيني ادفشه على معركه بعرف لوين رايحه. ما عم بحكي معركه، لا لا انا عم جرب اقول لهم، انتم ما تعتبروا انه مهمتكم كجيل انه تصنعوا وطن وتصنعوا العالم. انتم عملتوا كتير شغل كتير كبير، 17 تشرين زلزال بتاريخ لبنان، بس كمان فتشوا على مستقبلكم بالاماكن اللي بتسمح لكم انه تستثمروا هالبوتنشل العظيم اللي عندكم اياه، بتعطيكم فرص انه تكونوا مفيدين وتكونوا ناس ابطال حقيقيين. نحن بدنا ابطال، ما بدنا شهداء. مزبوط، ما بدنا شهداء، بدنا ابطال، بدنا ناس يعيشوا اعمار طويله وينجزوا ويطلع منهم اجيال تانية. فأنا بدي أقول لهم ل 17 تشرين لجيل معين، يعني don't over sacrifice، لأنه أنتوا كأفراد أهم بكتير من أي virtual reality إلى علاقة بلبنان عم تحلموا فيه. طب بقولك إذا منعطي لحالنا deadline الانتخابات مثلا ومنشوف منجرب، this is a very smart approach actually. أنا هيك بعطي لحالي very smart approach. هيك بعطي لحالي، رح حط كل شيء اللي أنا عندي لحديت ما نوصل على الانتخابات، شوف شو فينا نعمل، شوف إذا عن جد تغيرت عقلية العالم والله بيفرجها. يعني this is a very smart approach إنك أنت تقول تحط لحالك a practical litmus test. إنه أنا فوت على انتخابات خي نجحنا العالم بقيت عم تفكر بالطريقة القديمة، هيك كون بعرف إنه إذا بدي أترك لبنان كون جربت. ما ضروري معين، ما ضروري تترك لبنان، بس ما تعتبر لبنان شغلتك. بس ساعتها بعرف انه like يعني لا لا بس ساعتها نحن مراهنين انه لابسين كحله ومعتبرين انه تعملنا شويه نجوميه. يلا طلعتني ختيار عم بقول نظريات على انه اذا بعد الانتخابات ما تغير شيء على القصه، اذا بعد الانتخابات ما تغير شيء كون عرفت انه عن جد لبنان بيئه غير قابله للحياه وما حدا بده يغير شيء. خي قابل للحياه، لانه هلا منا قابل للحياه، قابل للحياه، بس انت يو دونت وونت تو بي and I don't want you to be. الفيل تيست، تعرف من يومين طلع صاروخ ألين ماسك، ايه and I don't want your generation to be this missile okay this rocket
اللي جارب. طلع ونزل بس انه وعي تعرف شو انفجر باخر لحظه ماشي الحال. لا مش ماشي الحال بس الديدلاين قويه منيحه لانه انتو يو ار انترناشونال سيتيزنز باي اول مينز باي اول ستاندردز. بس مش كل العالم هيك نديم, مش كل العالم بينعطى فيز لانه مش كل العالم فيها تخي بعرف عم بحكي شو انا شو انا ما عم بدعيكم تتركوا البلد بس عم بدعيك انه كمان بمحل من المحلات فكر بحالك فكر بحالك. ليك تراكم القضايا الصغيره هو اللي بيعمل بلد مش اوهام القضايا الكبيره. اوكي انك انت تعمل مؤسسه اعلاميه ناجحه وانك انت تعمل مطعم ناجح وانك انت تعمل ابروتش اقتصادي ناجح وابروتش طبي ناجح, ديز هالانتصارات الصغيره هي اللي بتصنع الاوطان. الانتصارات الكبيره كل عمرها بتضيع الاوطان لانها وهم.